السلام عليكم ورحمة الله، معكم عبد العزيز الحميدي، متقاعد شركة الكهرباء. والله كانت عندي مشكلة، اللي هي عندي يدي اليمين حدي لهنا بس أرفعها، لكن بفضل الله باستشارة الأطباء كنت إلى مستشفى المانع، بسبب إن سألت وقال لي دكتور عدنان موجود، عندنا دكتور عدنان راشد هو أخصائي عظام وما شاء الله عليه، ودكتور في حق الرياضيين يعني. فالحمد لله والله توفقت، والدكتور ما شاء الله عليه، وجبت تقرير طبي من المستشفى وعطيته ومع السي دي، والحمد لله قال امورك طيبه يعني ان شاء الله يعني، والعمليه بسيطه منظار والشغلات هذه، والحمد لله توفقت. الحين يمكن لي بكمل 4 شهور، الحمد لله ديني اموري طيبه وما عندي اي مشاكل. وقال لي اهم شيء بعد العمليه انك تتابع مع العلاج الطبيعي، والحمد لله انا مستمر الحين واموري طيبه، والحمد لله يعني كنت ما انام في الليل بسبب الالام اللي تجيني، الحمد لله الحين حاليا الامور طيبه. واشكر الدكتور عدنان، وانصح يعني الشباب الرياضيين واللي عندهم مشاكل زي مشاكلنا، والله يجون الدكتور يعني ما شاء الله، يعني يتابعك قبل العمليه وبعد العمليه، ويكون على اتصال مع المريض يعني وإيش التطورات معك. لكن الحمد لله أموري طيبة، وأنا والله يشرفني إن أنا أتكلم عن الدكتور يعني، ولا بيني وبينه أي شيء، لكن الحمد لله لكن مجهوده، وأفتخر فيه إنه سعودي، دكتور سعودي متواجد في منطقة الإحساء الحمد لله. وأشكر إدارة مستشفى المانع، الله يعطيكم العافية.